اللي هي الأرتريز الأرتريز أول أرتريز which are um, the first arteries which exit from the the heart. we have the large arteries. a large arteries يعني example هي الأيورتا and the pulmonary trunk. a large arteries will be divided to give a smaller arteries اسمها medium size artery. A medium size also called muscular arteries. the muscular arteries also will be divided to give a small size arteries. السمول <سؤال> سايز arteries ايضا يصير بها ديفيجن تعطينا السمول سايز ارتري تعطينا <سؤال> الارتريولز والارتريولز بعدين راح تعطينا الكابيلاريز والكابيلاريز بعدين راح تتجمع تسوي لنا الفينيولز والفينيول نفس القصه ترجع بس بالعكس الفينيولز تعطينا small سايز فين small سايز فين تتجمع تتحد واحد ويا الثاني تعطينا ميديوم سايز فين ميديوم سايز فين يعطينا لارج فين ويرجع للهارت اوكي as a general principle for each blood vessels for each blood vessels whether it is uh, blood vessels or lymphatic vessels it covers many three coats اللي هي from the lumen to the outside هي tonica intima tonica media and tonica adventitia اوكي okay. فهنا راح يصير modification بهاي التونكس على مود تميز هذا الارتري uh, هذا الartery from the vein and this artery from other artery هسه اول اكزامبل عندنا هو لارج elastic artery. لارج elastic artery از اكزامبل عندنا الايورتا وعندنا البولمونري trunk. هسه نجي على الكومبوننت مالته هو من شنو يتكون مثل ما قلنا لكم از اني بلاد فازل يتكون من تونيكا انتما اللي هي هاي المنطقه وعندنا التونيكا ميديا اللي هي هاي المنطقه كلها هنا تكون التونيكا ادفنتيشا از poorly ديفلوبد هنا التونيكا أدفنتيشيا بورلي ديفلوب مثل ما قلنا لكم هذا عندنا منه هاي التونيكا انتما وهاي المنطقه منه هي التونيكا ميديا هذا ليش سموه Uh, elastic artery. Elastic artery is due to a fact that the media is filled with this elastic اه lamina هاي الخطوط المتعرجة السوداء. تشوفوها هي هاي elastic laminae. فتأخذ the criteria of elasticity. لأن هي It is the first artery which exposed to high blood pressure. فلازم عدة elasticity. لازم يصير عدة expansion with high with uh, when there is high blood pressure. Okay. هسه نجي هذا المؤشر عليه الت T يعني التونيكا intima والوراها the ميديا media. طبعا the tonic intima من شنو يتكون؟ طبعا هو هذا اللومن هنا هذا المكان هو اللومن. ف the first layer of the tonic intima هو the endothelium. Underneath the endothelium هو سب endothelial layer. بس بالبلاد blood vessels اكو فد شيء يسمونه internal elastic lamina. internal elastic lamina شنو راح تصير؟ تفصل الانتماء عن الميديا. هنا المفروض المفروض مكانها هنا. المفروض مكانها هنا internal elastic lamina. بال large elastic artery هي موجوده but cannot be easily seen. الانترنال لامينا موجوده بس مو سهله نشوفها. تمام؟ زين عرفنا التونيكا انت من شنو يتكون؟ Endothelium, Endothelial Layer اند Internal Elastic Lamina. نجي على التونيكا ميديا. التونيكا ميديا مثل ما دا تشوفون عباره عن كولكشنز اوف وات؟ اهم شيء بالالاستيك ارتري هو عباره يعني يكون فلد وذ، تشوفون هاي الخطوط السود المتعرجه هي هاي الالاستيك لامين. بيناتهم شكو؟ اكو Smooth Muscle، وبعد شكو اكو Connective Tissue، اكو Glycoprotein، اكو Proteoglycan، اكو جراوند Substance and so on. تمام؟ زين. من بعد التونيكا انتما اه, تونيكا ميديا اكو تونيكا ادفنتيشيا تمام وايضا المفروض اكو لاير مثل ما هاي 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 اللاير اسمها انترنال elastic لامينا هنا لازم اكو المفروض اكو طبقه خارجيه تفصل هنا تفصل التونيكا انتما عن اه, التونيكا ميديا عن التونيكا ادفنتيشيا بس هنا اه, يسموها اكسترنال الاستيك لامينا بس هنا اكسترنال الاستيك لامينا ماكو تمام فهسا احنا راح نجي على موضوعنا اللي هو هذا البلاد فازلز من شنو يتكون؟ يتكون من تونيكا انتما، تونيكا انتما ينفصل عن التونيكا ميديا بالانترنال لاستيك لامينا وبعدين عندنا التونيكا ميديا. التونيكا ادفنتيشا از بورلي ديفلوبت هير اند ذير از نو اكسترنال الاستيك لامينا. اوكي okay. هاي هي اللي تشوفوها الخطوط السود المتعرجه هي هاي الاستيك لامينه وبيناتهم اكو سموث مسل اوكي ناو هسه نجي على اللارج فين لارج فين اكزامبل انا مكتوب لكم انفيرير فينا كافا او سوبرير فينا كافا هسه راح اشوف المقارنه بين هاي وهاي نفس الشيء از any بلاد vessel متكون من تونيكا انتبا ميديا اند ادفنتيشي اوكي بس هنا أنا راح تشوف الفروقات شوفوا هنا هاي المنطقة هي التونيكا انتما متكونه من اندوثيليوم سب اندوثيل وهاي النق وهذا الخط الاسود المتعرج ريبريزنت انترنال الاستيك لامينا الانترنال الاستيك لامينا راح يفصل التونيكا انتما عن عن التونيكا ميديا التونيكا ميديا هنا ريبريزنت by only this area by only this area تمام بس هاي المنطقة الباقي من الـ من البلود فيزلز تشوفون انا اشرت لكم هسه من هو من التونك المنطقة الباقية اللي هي هاي كلها عبارة عن شنو؟ عبارة عن التونك إدفنتيشيا فهنا بالفين تكون الإدفنتيشيا وير ديفلوبد بس الميديا تكون اندر ديفلوبد اوكي شوف هنا نفس الشيء هاي المنطقة هاي المنطقة هي التونك التونيك انتما وهنا أنا واضحة الانترنال لاستيك لامينا هاي الخطوط المتعرجة السوداء هاي الخطوط المتعرجة السوداء هي الإنترنت لاستيك لامينا اللي تفصل التونيك انتما عن التونيك ميديا اوكي زين هاي هي هاي هي التونيك انتما ويا الانترنال لامينا اوكي زين احنا مرات هو بلاد فيزلز تمام هو تشو البلاد فيزلز شغلته هو اتس ديليفر ذا بلاد وذ اوكسجين اند ذا تو ذا تشو بس هو ايضا تشيو ايضا يحتاج اوكسجين ونيوتريشن ف ذا 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 تشو اللي هو جزء من البلاد فيزلز اللي يكون uh, قريب على اللومن هذا راح ياخذ النيوتريشن مالته النيوتريشن اند الأكسجين اوكسجين دايركتلي فروم ذا بلاد باي ديفيوجن بس بقى الجزء الاخر اللي هو البعيد عن اللومن هذا هذا شلون راح يوصل له بلاد فلازم اكو بلاد فازلز موجوده هنا اللي هو يعطي نيوتريشن للتيشوز اللي بعيده عن اللومن هاي هذا هذا بلاد فازلز يسمونه الفازو هذا موجود وين الفازو فازورم اما موجود بالتونيك ادفنتيشا او بالاوتر بارت اوف تونيك ميديا شو يكون ممكن يكون ارتريول ممكن يكون فينيول ممكن يكون كابيلاري شغلته شنو

التونيكا ادفنتيشا هي ات از ويل ديفلوبد هاي المنطقه ات از ريبريزنتد باي تونيكا ادفنتيشا زين والمنطقه والمنطقه الصغيره سوري والمنطقه الصغيره هاي اللي هي تونيكا منو تونيكا ميديا شوفها متكونه من ديسبيرس لايرز ديسبيرس لايرز اوف سموث ماسل اوكي تكون التونيكا ميديا هنا نوت ويل ديفلوبد بس التونيكا ادفنتيشا ويل well ديفلوبد اوكي ايضا اذا تباوع على التونيكا ادفنتيشا راح تلاحظ هاي الستركشرز اللي هي الفازو فازوروم اوكي هاي الصورة فور ذا ميديم سايز فين شوف هنا التونيكا التونيكا ميديا متكونه من ديسبيرس يعني خلايا سموث مصل بس متطشره هذا هسه المنطقه اللي اشرتها هي التونيكا ميديا بس شوف التونيكا ادفنتيشا ات ويل ديفلوبد وايضا اذا تلاحظ هنا هذا هو الستراكشر اللي هو منو الفازو فازوروم اوكي هاي هنا تو فازو فازوروم اوكي هذا هو فيما يخص الميديم سايز ميديم سايز فين

هاي المنطقه هي التونيكا ميديا بس لاحظ هنا التونيكا ميديا سيباريتد فروم هاي هاي المنطقه اللي اشرت هسه هاي هاي تونيكا أدفنتشي, ادفنتشي ادفنتشي بس تشوفون هاي المنطقه المتعرجه السوداء هاي انذر الاستيك لامينا بس هاي الاكسترنال فالإكستيرنال الاستيك هي الطبقه اللي تفصل الميديا عن الادفنتشي تفصل الميديا عن الادفنتشي شوف هنا هاي الصورة مبينه هنا الاكسترنال ال الاستيك لامينة اللي هي هاي المتعرجه. اوكي هنا شوف الميديا عبارة عن كونسنتريك لايرز او سموث ماسل تمام وايضا اذا تلاحظ على الادفنتيشيا ال ال ممكن تشوف ايضا فازو فازوروم. هذا cross section of the nerve هسه رح نجي على small size artery and small size vein هذا السلايد احنا ماخذينه من التونك because it is highly vascular organ فشوف بي different types of um, of blood vessels شوف هنا هذا هو عبارة عن small size artery هذا عبارة عن small size artery شوف الميديا um, متكون من concentric layers of smooth muscle concentric layers of smooth muscle this one as well اوكي okay. بس انت هنا شوف الفرق هنا هذا small size artery هذا small size vein مبين بالوول uh, uh, the wall of the artery is thicker than the wall of the vein اوكي okay. شوف هنا هذا ال small size vein الوول يكون thinner ال arterioles احنا قلنا large artery ينقسم يعطينا ميديم سايز ارتري ميديم سايز ارتري يعطينا سمول سايز ارتري سمول سايز ارتري يعطينا الارتريول الارتريول شلون نعرفه نعرفه من الوول الوول يكون متكون من تو لايرز اوف سموث ماسل تو لايرز اوف سموث ماسل اونلي اوكي انترنال elastic لامينا موجود بس باللارج arteriole، بس بالسمول arteriole ماكو انترنال elastic لامينا وطبعا هو الارتريول اكسترنال اصلا ما بيه اوكي okay. الفينيو الفينيو شوف الوول مالته كونتين ناتينج كونتين ناتينج جست جاست ا ا اوف سيلز اند اتس شيب از اريجولار اريجولار ان شيب اند ات از اريجولار ان شيب والوول وول ات كونتين لايك لايك ناتينج اوكي شوف هنا هذا اللي مأشر عليهم شوف شوف الشيب مالته ذا ار فاريبل فاريبل ان شيب بس هنا الصوره تشوفك هذا اللي هو قلنا عليه سمول سايز ار وهذا ايش قلنا عليه سمول سايز فين اوكي ناو ورا ال ورا الميت ورا الارترول تجينا كابيلاريز الكابيلاريز عندنا ثلاث انواع عندنا الكونتينوس كابيلاريز وعندنا الفينستريت كابيلاريز وعندنا الساينوسويدال كابيلاريز اوكي هذا هو الكابيلاري كابيلاري طبعا هو الحجم ما يتجاوز 7 مايكرومتر ان دايمتر بس بالساينوسويد ممكن يوصل ل 40 مايكرومتر ان دايمتر اوكي ات از لايك ا رينج it is like sometimes it is called ring vessels هذا هو طبعا هذا التكبير هنا كلش عالي فلا تنخدعون بحجمه okay the other type of capillaries they are sinusoidal the sinusoidal have irregular diameter مرة يكون سبعة مرة يكون عشرة مرة يكون أربعين تمام we could have um, these arteries have irregular path يعني wavy wavy path وين نلقاه؟ نلقاه بالهيما هيما بويتك سيستم يعني نلقاه بالبون مرو نلقاه باللنف نوت نلقاه بالسبلين نلقاه بالليفر ونلقاه هنا از اكزامبل بالادرينال جلاند هاي الفراغات الطولانيه الفارغه هاي الفراغات هاي الفراغات اللي هي لايند باي سمبل squamous ابيثيليوم هو هذا sinusoidal كابيلاريز ثانك يو فيري ماتش